من بلدة شمع ننطلق جولة في القطاع الغربي وعلى القرى الأمامية. الجديد ستجول من شمع إلى طير حرفة، فالجبين، يارين، مروحين، رامية، كلها بلدات حدودية دمرت وقصفت، ولكن على الجهة المقابلة مستوطنات أخليت وقصفت أيضا. فلننقل المشهد. نمر الآن من بلدة طير حرفة هنا، هذه البلدة التي كان لها نصيب كبير من الاعتداءات، حجم الدمار كبير وكبير جدا. هنا بلدة يارين، هذه البلدة الحدودية التي تطل على عدة مواقع إسرائيلية مثل حدب البستان، بركة ريشة، حتى موقع الجرداح. هذه البلدة تعرضت لوابل من الغارات والقذائف المدفعية، ما أدى إلى تدمير عشرات المنازل في هذه البلدة، وطبعا نزوح كامل سكانها بفعل الهمجية الإسرائيلية. موقع حدب يارين الذي نراه في هذه اللقطات، هنا وتحت الموقع العسكري يقع الجدار الفاصل بين الأراضي المحتلة والأراضي اللبنانية. هذه المنازل وهذه الأراضي التي نراها تقع من ضمن مستوطنة زرعيت الواقعة على بعد أمتار قليلة من الأراضي اللبنانية. هذه المستوطنة التي تحولت إلى مدينة أشباح بكل معنى الكلمة. بسبب تبادل إطلاق النار تعرضنا للعديد من العقبات، خصوصا لجهة الدوريات التي نقوم بها، وعندما تسوء الأحوال نضطر لسحب الدوريات والالتزام بالملاجئ. على وقع الرشقات النارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي في عملية تمشيطه هنا في القطاع الغربي، ننتقل من يارين باتجاه رامية. نمر الآن من بلدة البستان باتجاه بلدة مروحين. أي سيارة أو آلية تتحرك على هذا الخط الحدودي ربما يتم استهدافها من قبل العدو الإسرائيلي. في هذه اللحظات ونحن نتواجد على بعد 10 أمتار من الموقع الإسرائيلي، أطلق الجيش الإسرائيلي محلقة وطائرة درون فوق النقطة التي نحن نتواجد فيها حاليا لمراقبتنا وحتى للاطلاع على الأعمال التي نقوم بها. ترتفع في هذه اللحظات الطائرة باتجاه السماء ونحن لازلنا نتواجد على بعد أمتار من هذا الموقع الإسرائيلي. هنا وعلى مسافة قريبة من الأراضي المحتلة هنا موقع رامية. هذا الموقع إذا أردنا أن نستذكره من خلال المشاهد التي بثها الإعلام الحربي في الأشهر الماضية، كان عرضة لعملية مزدوجة ومن مسافة قريبة، حيث تمكن عناصر المقاومة من الاقتراب باتجاه هذا الموقع وأطلاق الصواريخ والرشقات النارية إضافة إلى قذائف المدفعية باتجاه موقع رامي. وها نحن الآن نتواجد على بعد 10 أمتار فقط من الموقع الإسرائيلي. هذا صحيح، نحن قريبون جدا من هذا المكان، نحن على بعد 10 أمتار من الخط الأزرق. نقوم بعمليات الإخلاء في المنطقة المحيطة بنا في بلدة رامية. القذائف والصواريخ تعبر فوق رؤوسنا من الجانبين.